71 بداية السنة السادسة سأخوض أول تجربة مع السجن. أي سنة؟ 71 بداية 71 كلفني المسؤول الحركي بالمنطقة بذكرى الزويرات أن أكتب على الحيطان شعارات مبادر مختار البلداء والنظاميين والداخلية والعمالة وقتفي قتفة. فأنا بالقسم كنت معروف إلى حد ما بخطي، الناس كلها يعرف خط داخل البلد. فأعطاني حلبتي صباغة على 2 كيلو وقال لي روح إلى شركة السخيمات، أنا شركة كبيرة في القرى و بوتي قبالي ما زلت تركض كأنه الآن اكتب على شركة السخيمات يسقط مختار البلدة، على بوتي قبالي اكتب عاش نضال أم شهداء زويرات. فعلت وأمرت به ورجعت إلى منزل هذا الزعيم الآن وزعيم دائما محمد الدكتور محمد ناجي محمد أحمد خلفه. رجعت ونمت الآخر ضحا استيقظ وأخذت مغراج وقلت أن أغسل مالح قلبي فإذا كلما قلت أن أغسله تلك كذا أكثر يعني كنت سباق قررت أن أروح داخل المدينة أمام مدخل السوق. تلقفني اثنان من الحرس أعرفهما حتى الآن، واحد دكتور عبد الله علي وواحد سليم. تضمين حاشية الحيط اللي أنا كاتبه لي اللي هو في مارجن الأفكار تستدلوا تأخذوا فكرة عن كيف كان التحري. قال لي اكشح المارجن كشفوا قال لي وطاه وهو مغطي شيء وطيه وطاه طيب قال لي هو بعد يسوي الحال.